بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. النهاردة إن شاء الله عندنا شرح خاص بهواتف شاومي. النهاردة في ناس كتير بتشتكي بعد التحديث الأخير ما بتلاقيش الجيم تيربو. الجيم تيربو دوت المسؤول عن تسريع الألعاب وحاجات تانية كتير كل الناس عارفاها للناس اللي بتلعب. بعد آخر تحديث الهواتف أحيانا الجيم تيربو بيختفي والناس مش عارفة توصل تشغله تاني منين. النهاردة إن شاء الله هنعرف مع بعض إزاي نرجع الجيم تيربو وإزاي نشغله وإزاي نشغل عليه الألعاب. قبل نخش في موضوع الشرح ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل منشورتنا الجديد. هنروح طبعا للإعدادات بتاعت الهاتف. ادي الإعدادات. بعد كده هننزل تحت هندور على اختيار اسمه الميزات الخاصة. تمام كده. زي ما انت شايفين ظهر معانا الجيم تيربو او مسرع الألعاب. دوت اول اختيار مسرع الألعاب او الجيم تيربو. هنضغط عليه. زي ما انتم شايفين هنا بيقول لي اضغط على علامة الزائد ديت علشان تضيف اللعبة. لو انت حابب تضيف لعبة احنا نضغط فوق نهوت على الاعدادات بتاعة الهاتف اللي هو الاختيار اللي فوق في الاعلى دوت. هذا الاختيار اللي فوق في الاعلى ده. هنضغط عليه. زي ما انتم شايفين بيقول لي مسرع الالعاب. ده تحسين تجربة الالعاب الخاصة بك. هنشغلها. اختصار اثناء الالعاب بتشعل ديت. ديت الغاء تثبيت الالعاب لو انت عايز تلغي لعبه او تثبيت لعبه. وعندك اختصار الشاشه الرئيسيه. هتخش نوت على اختصار الشاشه الرئيسيه. لو لقيتها عندك مقفوله بالشكل دوت هتبدا تفعلها كده يبقى هيظهر عندك الجيم تيربو تاني او اللي هو مسرع الالعاب. وبعد كده عندك شويه اختيارات اكيد انت بتعرف تعملها. اي حد بيعرف يلعب اكيد عارف الاختصارات والحاجات ديت. هنا في وضع الاداء بيدي أولوية قصوى لتحسين التحكم باللمس ومحسن الصوت وأولوية النطاق الترددي. طبعا أولوية النطاق الترددي الناس اللي هي بتشتكي طبعا من الشبكة أثناء اللعبة تختار اللي هو الاختيار الأول دوت. تفعل الاختيار الأول دوت هيظبط معاها الشبكة كويس جدا. تمام كده. يبقى احنا عرفنا ازاي نشغل الجيم تيربو. هنقولها تاني سريعا. هنروح على الإعدادات بتاعة التليفون. هنزل تحت على الميزات الخاصة ومن الميزات الخاصة نختار الجيم تيربو او مسرع الالعاب. وتختار هنا وقت الاعدادات وهننزل تحت على طول وهنشغل اختصار الشاشة الرئيسية. لو هي مقفولة هنفعلها عادي. يبقى انت كده الجيم تيربو هيظهر معاك بعد ما اختفى بعد التحديث الاخير لهاتف شاومي. طبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل منشوراتنا الجديدة. ولو انت بتواجه اي مشكلة في الشبكة قلت لك هتخش على وضع الاداء دوت وتفعل اول اختيار بتاع اولوية النطاق الترددي هيظبط معاك الشبكة باذن الله. كل عام وانتم بخير. كان معكم اخوكم الفارس حسام. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.